تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ودائما نصبح عليكم بالتفاؤل وصباح السعادة، ونتمنى لكم إن شاء الله يوم مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. ودائما مستمعينا، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحة الإنسان. مستمعينا الكرام، نرحب بكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معي اليوم في الإعداد من هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، ودائما مخرجنا المتألق نمر محمد، وأيضا نصبح على زميلتي الأخت آمنة آل علي. أختي آمنة، صباح الخير ومنورة اليوم. أهلا أخوي عبد الله، صباح النور والسرور. يا مرحبا وسهلا، وأنا محدثكم عبد الله جمعة، ودائما مستمعينا ومن خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما عودناكم دائما نذكر بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. دائما كونوا حريصين مستمعينا الأعزاء على ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، ولبس الكمام وبالأخص في الأماكن المغلقة، ولا تنسون أيضا غسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. نستعرض معاكم مستمعينا فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما الأخبار المحلية والعالمية. نبدأ اليوم بخبر بتخصيص حفل أوائل الإمارات لتكريم شخصيات وجهات جعلت من الإمارات نموذجا في التعامل مع كورونا. وأيضا عندنا خبر آخر عن حليب الأم قد يحمي الأطفال من فيروس كورونا. ودائما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي. وأيضا اليوم عندنا فقرات خدمات هيئة الصحة بدبي وخدمات تحفيزية وتوعوية لهيئة الصحة بدبي في شهر تحدي دبي للياقة. وفقرة مصطلحنا الطبي لهذا اليوم تحت عنوان الكابوس. وأما فقرة التغذية اليوم عنوانه صراحة جميل، الذهب القابل للأكل. بتعرفون أكثر اليوم مستمعينا الأعزاء أهمية أكل الذهب، بتكون معانا طبعا الأستاذة مريم علي. وآخر فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم فقرة صحة الطفل والرضاعة الطبيعية وأهميتها للطفل. هاي كلها فقرات برنامجنا لهذا اليوم متنوعة وجميل الحقيقة، ودائما نرحب بتواصلكم على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ أول خبر لهذا اليوم، تخصيص حفل أوائل الإمارات لتكريم شخصيات وجهات جعلت من الإمارات نموذجا في التعامل مع كورونا. أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن فتح باب الترشيح للتكريم ضمن الدورة الجديدة لمبادرة أوائل الإمارات، والتي تم تخصيصها هذا العام لتكريم التجارب الاستثنائية من شخصيات ومبادرات في خط الدفاع الأول للتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
ومن مختلف الجهات الحكومية والخاصة. وقال سموه: وجهنا بتخصيص حفل أوائل الإمارات لهذا العام للاحتفاء بخط الدفاع الأول وجميع المبادرات والشخصيات والفرق الداعمة التي جعلت من دولتنا نموذجا متميزا في التعامل مع جائحة كوفيد-19. وأيضا أضاف سموه: سنحتفي بالأطباء ورجال الأمن والمعلمين والقطاع الإنساني وبكل الذين وضعوا أنفسهم في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ للمحافظة على صحة وسلامة مجتمعنا. وأكد سموه: الإمارات ستظل أقوى وأفضل بمواطنيها المخلصين ومقيميها المتفانين، ونعتز بجميع الأبطال وبمجتمعنا وشعبنا الذي لمسنا منه التلاحم والتوحد لتجاوز هذه المرحلة، ونفتح المجال لكافة الاقتراحات على وسم أوائل الإمارات لتكريمهم. مستمعين الأعزاء، طبعا يعني الإعلان أو إعلان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بتكريم خط الدفاع الأول، وطبعا أثلج صدور كافة المتعاملين في خط الدفاع الأول والذين يبذلون دائما جهودا جبارة في مواجهة جائحة كورونا. وناخذ معكم الخبر الآخر ومع الأخت آمنة العلي. طبعا أخوي عبدالله، اليوم حلقتنا غنية بالمواضيع اللي تخص الرضاعة الطبيعية. وطبعا توصلت دراسة جديدة بأن فيروس كورونا، يعني حليب الأم، قد يحمي من فيروس كورونا. ووجد باحثون في مختبر في الصين أن حليب الأم يمنع العامل الممرض من العدوى والتكاثر في الخلايا حتى لو لم يكن لدى الطفل أجسام مضادة. وعلاوة على ذلك، فقد تبين أن أكثر فعالية من حليب الحيوانات مثل الماعز والأبقار. ويقول الفريق من جامعة بكين للتكنولوجيا الكيميائية إن النتائج تدعم توصية منظمة الصحة العالمية بتشجيع الأمهات المشتبه في إصابتهن بكوفيد-19. نعم. وأيضا أختي آمنة، ناخذ فقرتنا لهذا اليوم، فقرة السوشيال ميديا، مع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أختي أسمى، صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله وأختي آمنة، وعليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك بالنور والعافية. دائما أول أسبوع ننصح الجميع أن يكونون يعني سعداء ومتحمسين لبداية نشيط، أسبوع نشط مليء بالإنجازات. ناخذ شوي من بعض الإشارات على قنوات التواصل الاجتماعي. يوم أمس كان يصادف يوم العالمي للسكري، وأغلب الجهات الصحية وأيضا المؤثرين اللي دائما يتكلمون عن السكري كانوا متحمسين في وسم World Diabetes Day وأيضا اليوم العالمي للسكر. كان الوسم ترند، وكان الأشخاص كلهم مؤكدين على أهمية اتباع نمط حياة صحي. صحيح. أيضا من ضمن الأسئلة اليومية نحن نحطها كان سؤال يقول: الأشخاص المصابون بالسكري غالبا ما يفقدون حاسة الشم. تقريبا 76% جاوبوا الجواب الصحيح وهو معلومة خاطئة، ولكن للأسف 24% ظنوا أن هاي المعلومة معلومة صحيحة. لكن المعلومة هي خاطئة، لا يؤثر السكري بفقدان حاسة الشم. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا نأكد عليها القنوات التواصل الاجتماعي كيفية المحافظة على القدم، بالأخص لمرضى السكري، من خلال مقابلة أحد المختصين في هذا المجال. أيضا نحب ننوه للجميع أن مستشفى دبي هذا الأسبوع أو من اليوم تم إغلاق الباب المقل أو المحاذي في شارع أبو بكر الصديق، ونتمنى من الجميع استخدام مدخل شارع البراحة ومدخل شارع الخليج للدخول إلى المستشفى. أيضا من ضمن النصائح المهمة اللي كنا حاطينها نصائح لمرتادي الأندية الرياضية خلال جائحة كوفيد-19. بعض الأشخاص قالوا أن النصيحة هي تفقدها، لكن نحن مو بنعسب يعني نخوفهم ولا شيء، لكن أن الإنسان يعرف كيف يلتزم بالإجراءات الوقائية بالطريقة الصحيحة بتحمي وبتحمي الآخرين. في النهاية من أهم الأشياء هي تعقيم المعدات قبل استخدامها،
وأيضا الالتزام بالتباعد الجسدي بينه وبين الآخرين. إذا كانت الرياضة اللي يمارسها شديدة ممكن أن يشيل الكمامة ولكن يلبسها لما يتحرك في النادي الرياضي، وهذا طبعا مع كل الأنشطة الرياضية. نتمنى للجميع السلامة ونتمنى للجميع أخذ الاحتياطات الاحترازية عند الخروج من المنزل وأيضا قبل دخول المنزل، ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة للزميلة أسمى الجناحي، شكرا لك. اختيامنا بناخذ فاصل وبتكونين أنت بتستضيفين اليوم الأخ عبد الله الشرهان بطل هيئة الصحة في دبي للتحدي. ناخذ فاصل ودائما نقول خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أعزائي المستمعين، رجعنا لكم مع برنامج صحة وسعادة، وحابين نذكركم برقم التواصل معنا واللي هو 600551414، وللرسائل النصية 4006. والحين اليوم بنحدثكم عن فقرة خدمات الهيئة. بيكون معنا اليوم زميلنا عبد الله الشرهان، وإلى جانب خدمات الطبية اللي توفرها هيئة الصحة بدبي تقدم باقة متنوعة أخرى من الخدمات، منها الوقائية والتثقيفية اللي تستهدف تنمية الوعي المجتمعي بأهمية اتباع الأنماط الصحية السليمة. وفي شهر تحدي دبي للياقة توفر الهيئة نموذجة من الخدمات التوعوية من خلال موظفيها، واللي تستهدف منها حفز أفراد المجتمع على التفاعل مع شهر التحدي وممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة من خلال قواعد وطرق سليمة. تعمل الهيئة على نشرها من خلال موظفيها لخدمة الناس في شهر التحدي. ويسعدنا للحديث عن هذا الموضوع أن يكون معنا اليوم أحد أبرز موظفي هيئة الصحة بدبي، وهو الأخ عبد الله الشرهان. أهلا فيك أخوي عبد الله. طبعا عبد الله بيحدثنا اليوم عن مشاركته في تحدي دبي للياقة، وطبعا مثل ما تعرف اخوي عبد الله ان عبد الله الشرهان من العام يشارك في تحدي دبي للياقة، وعنده الإصرار والعزيمة انه ينزل طبعا من وزنه. صحيح، طبعا اليوم اكيد يعني ان الكل ينتظر وحاب انه يعرف منو عبد الله الشرهان ومنو بطل التحدي في هيئة الصحة بدبي. بناخذ أكثر مستمعينا الأعزاء وبتعرفون أكثر عن عبد الله الشرهان، ولكن شو رأيك اختيامنا ناخذ مصطلحنا الطبي اليوم تحت عنوان الكابوس؟ نعم، اليوم مصطلحنا الطبي مهم ويمكن الكثير ما يعرف عنه، واللي هو الكابوس. يعد الكابوس حلما مزعجا يقترن بالمشاعر السلبية مثل القلق أو الخوف، ومما يوقظ المريض وتشيع رؤية الأطفال للكوابيس. ولكن يمكن أن تحدث في أي سن، وتكون الكوابيس العارضة ليست سببا للقلق. قد تبدأ الكوابيس في الأطفال بين عمر 3 سنوات إلى 6 سنوات، وتميل إلى انخفاض بعد سن 10 سنوات. وفي أثناء مرحلة المراهقة وسنوات الشباب المبكر يبدو أن الفتيات أكثر عرضة للكوابيس مقارنة بالفتيان. وقد يرى بعض الأفراد الكوابيس عندما يكونون بالغين أو خلال الحياة. وبالرغم من انتشار الكوابيس، فإن اضطراب الكوابيس مرض نادر نسبيا. يحدث اضطراب الكوابيس عند تكرار الكابوس، وتسببه في الشعور بالضيق واضطراب النوم والتسبب في مشكلات قد تضر بالوظائف في أثناء النهار أو إحداث خوف من الخلود إلى النوم. وطبعا مصطلحنا اليوم اخوي عبد الله مثل ما قلت لك مصطلح مهم، يمكن صحيح. الكثير يجهل ان يعني الكوابيس هاي شيء صدق موجود، ممكن يأثر يعني على الأطفال في أعمار معينة. اخوي عبد الله صباح الخير. ننتظر عيال اختيامنا بس يرد علينا عبد الله الشرهان. نعم، ومثل ما تفضلتي بأن موضوع مصطلحنا أيضا كان مهم. نعم، موضوع اليوم الكوابيس مثل ما قلنا موضوع مهم جدا، فذكرنا طبعا هذا الموضوع
وقلنا ان الكوابيس ممكن انها تاثر قلنا اخوي عبد الله على الاطفال من عمر 3 سنوات الى عمر 6 سنوات. ممتاز. معانا عيال اختيامنا الاخ عبد الله الشرهان. صبحك الله بالخير والنور والعافيه عبد الله. صبحك الله بالنور والسرور عبد الله. الله يحييك. نحن طبعا تكلمنا قبل عن الموضوع, واليوم الحقيقة الكل أخوي عبد الله يعني يبغي يعرف منو عبد الله الشرهان. شو رسالتك يعني أخوي عبد الله في دبي للتحدي, وأمور كثيرة إن شاء الله يعني بنستوضحها منك إن شاء الله. أخوي عبد الله في البداية حابين أنك تكلمنا عن تحدي دبي للياقة وأهمية هذا التحدي في ترسيخ مفاهيم الأنماط يعني الحياتية السليمة والصحية. صحيح. أول شيء شكرا على يعني استضافتي, وشيء هذا يعني نحن نسعى أصلا دوم أن نحن نشر التوعية عن هالأشياء. بدأ الموضوع هذا السنة اللي طافت عندنا, وكنت شخص موظف يصور ويحاول قد ما يقدر أنه يعني يساعد في نشر الوعي وهالأشياء. صحيح. ففجأة صابني اللي هو الرجفان الأذيني في القلب, شخص فيه اللي هو عدم انتظام في دقات القلب. هذا يمكن كان من الوزن الزايد, من يعني عدم الحركة وايد, كنت وايد أجلس في البيت وكي. فيعني كانت حجة وحاجة أني أنا أدخل هذا التحدي, وأني أنا أحاول أني أجرب أخوض كل التحديات وأراوي الناس أن الواحد ممكن يسوي أي شيء, شو ما كان وزنه شو ما كان صحته يقدر يسوي شيء. صح. ومثل ما ذكرت عبد الله بأن أنت يعني العام بديت بهذا التحدي, وكان عندك هدف الحقيقة يعني بجانب يعني توعية أفراد المجتمع بالنسبة للنمط الحياة الصحية, وأنه يعني لابد أن الشخص يجعل لنفسه وقت يعني 30 دقيقة من كل يوم بأن يمارس أنشطة رياضية. بس حابين نعرف عبد الله أنت رسالتك العام كانت شيء معين, هل تحققت هاي الرسالة وشو اللي استفدت منها على أساس نحن نتكلم في المحاور الثانية عن هدفك لهاي السنة في برنامج دبي للتحدي؟ جميل. أنا طبعاً هدفي كان أول شيء إن أنا أنقص وزني وعالج اللي كان فيني اللي هو الرجفان هذا. نعم. فبديت أنا كنت حاط لي هدف في التحدي إن أنا تقريباً أحاول قد ما أقدر إني أوصل أقل شيء أنزل 7 كيلو في مدة الشهر هذا. وكانت حياة طبيعية وكان الأكل منظم كل شيء منظم, بس يعني ما شاء الله ما خلصنا التحدي تشيكنا على الوزن وطلعت إني أنا نازل 14.7 كيلو في نهاية هذا الشهر. وهذا كان يعني إنجاز لي أن أنا أبين للناس أنه مو لازم الواحد يقول لا بسير معدة ولا بسوي, ممكن يجرب الرياضة. صحيح. طيب كنت أسوي شيء بسيط هي 30 دقيقة أسويها أنت على مدة 30 يوم وشوف تأثيرها عليك أنت من ناحية اللياقة, من ناحية الشكل, من ناحية الصحة العامة يعني للشخص كيف تكون. فأثرت وايد في حياتي صراحة. نعم أخوي عبد الله, طبعا نحن فخورين بمشاركتك وسعيدين أن عندنا موظف مثلك نشيط وحركي ويسعى جاهدا أن يقدم محتوى مفيد للجميع. وطبعا نبغى نعرف منك أخوي عبد الله شو الدور اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي للمساهمة في تحفيز الناس على التفاعل مع تحدي دبي للياقة؟ يعني كيف ممكن أنت كشخص أو كفرد في هيئة الصحة في دبي أنك تحفز باقي الموظفين أو وباقي الناس طبعا أنهم يشاركون في التحدي؟ طبعا الحلقات معظمها يعني اللي سويناها شملت وايد أشياء, ومنها الأماكن اللي الواحد يقدر حتى وأنت في دوامك ممكن أنك أنت تحرق سعرات الحرارية, ممكن تحسن من لياقتك. وكنا نراوي مثلا كمثال الأسبوع اللي طاف كان عندي اجتماع في مستشفى راشد يعني يبعد تقريبا مال كيلو من مكتبي. نعم. كان في الأشياء مسخرة أن أنا أقدر أخذ النفق للمشي تحت الشارع الرئيسي عشان ما أعرض نفسي يعني بالسيارات, ومشيت وصلت اجتماعي ورجعت. وبهالشيء أنا تقريبا أديت 11,000 خطوة. واو. هاي كانت يعني بس إن أنا أروح للاجتماع ورد. وكنا هالسنة طبعا نحن يعني نركز إن نراوي الناس الأماكن في دبي اللي تدعم النشاطات الرياضية. مثلا شفتوا مثلا سمو الشيخ محمد بن راشد كان يطلع بالسيكل, يعني المبادرة كانت أن مدينة دبي داعمة للدراجات الهوائية. نعم. اللياقة بشكل عام الواحد يقدر يجري يقدر يمشي في معظم الأماكن في دبي, وفي أماكن وايد مخصصة لهالأشياء.
طبعا. ونحن بعدنا بادين يعني في هذا التحدي، حتى هالاسبوع بنبدا ان شاء الله نراوي الناس الاماكن اللي يقدرون يسوون فيها رياضه، منها مناظر جميله، وخاصه ان الحين الشتاء قرب، فالواحد يعني يقدر يطلع وياخذ راحته ويتمشى. طبعا اخوي عبد الله متحمسين نحن نشوف فيديوهاتك، وكل الناس في حماس عندنا في الجروبات وعلى السوشيال ميديا، لان عبد الله انت تقدم مفهوم الرياضه بطريقه سهله وسلسه للجميع. يعني اي حد يشوف عبد الله والله يمارس الرياضه اليوم في مستشفى دبي، يصعد الدرج وينزل، يوم عبد الله مثل ما قلت تمشي لمستشفى راشد، يعني مواضيعك مواضيع جدا سهله، يعني حتى الشخص اللي مو برياضي يقدر انه يسوي هالاشياء، وبالعكس يحمي نفسه ويحسن من لياقته. فيعني مواضيعك عبد الله وافكارك، ومثل ما قلت الحين احنا مترقبين هالاسبوع المناظر الحلوه اللي بتراوينا اياها ان شاء الله، ونقول حق المستمعين اللي يسمعونا ان يعلقون على فيديوهات عبد الله الموجوده على مواقع التواصل الاجتماعي، لان هالشيء يحفز عبد الله انه يسوي فيديوهات احلى واجمل ولها رساله اكبر واعمق ان شاء الله. ان شاء الله، هم ما شاء الله الناس مش مقصرين، ما شاء الله يدعمون ودائما يحفزون، وحتى بشكل شخصي الواحد يستانس انه يشوف رسالته تترسخ بين الناس. يعني وين ما اروح، مثلا يوم اروح اجدد سيارتي اسمع ناس يقول انا شايف انك مثلا انت تسوي رياضه وانا بديت اسوي رياضه، في ناس يوصلوا لي لحسابي الشخصي ويطرشوا لي انهم يسوي رياضه، يقولوا لي اليوم شو بتسوي، ممكن نحن نشارك. ورحت مع كذا مره مع الناس، مثلا رحنا للكايك بيت، ناس ما اعرفهم تلاقيتها في السوشيال ميديا، قالوا نحن نبغى نسوي وياك رياضه، قلت لهم بسم الله نروح وصرنا نسوي رياضه مع بعض. وهذا شيء كأنا واحد يؤدي واجب انه ينشر التوعيه ويشوف ان التوعيه تترسخ في المجتمع، خاصه في ظل هذه الظروف الواحد يعني يستانس يشوف شيء مشرف. يعني طبعا اخوي يعني عبد الله لو هي فكره بسيطه منك، لكن شوف هالفكره يعني يمكن نشرت التوعيه لي يعني جيل من الشباب في نفس عمرك، واستطاعوا انهم يمارسون الرياضه لان شافوك كنموذج لهم. يعني حتى الوزن هذا اللي كنت تملكه العام الماضي عبد الله واللي خفضته طبعا، وما زلت حتى الان مثل ما قلت لي عبد الله انك تسعى انك تنزل من وزنك، فهذا الشيء يمكن يشجع الكثير من الشباب. فنبا منك اخوي عبد الله نصيحه اخيره تقدمها للشباب، او خاصه اذا كان في شاب وزنه زايد بس مستصعب الحركة، فشو هي النصيحة اللي تقدمها لهم؟ ممكن أنصحه بأنه يبدأ بتجربة، ما بلازم يحط في باله أنه أنا لا بيكون صعب علي، هو بس بالنية. الواحد أنا يعني عن نفسي من عزكم الله البس مثل الجوتية، أقول بس بطلع من أحرك من البيت خلاص نفسيتي تكون جاهزة للرياضة، أني أنا بدرب وأني بسوي، خاصة أني أنوع لأنه ما في تكرار في الموضوع، لكن الطريقة أن أنا أمارس رياضتي بالشكل اللي أنا أبغى، منها في سياكل، في سباحة، في مشي، الواحد يقدر حتى يصير يشوف مناظر مع أهله ولا مع عياله ويمشون. عندنا ممر قبيل مائي، في جسور للمشي، جسور للدراجات الهوائية، ممكن الناس يقدرون يتمشون هناك، ما شاء الله المكان جدا رائع. طبعا المناظر جميلة. نعم أخوي عبد الله نحن شاكرين لك دورك الكبير في تحدي دبي للياقة، ودورك كموظف في هيئة الصحة في دبي لنشر الوعي حول هذا الشهر وحول هذا التحدي في شهر نوفمبر، وطبعا نترقب فيديوهاتك القادمة وبانتظار كل جديد منك أخوي عبد الله. شكرا لتواجدك معنا اليوم، شكرا لرسالتك اللي تقدمها. الأخ عبد الله الشرهان كان معنا موظف من موظفين هيئة الصحة بدبي، والحين أعزائي المستمعين بنطلع معاكم لفاصل وبنرجع مع فقرة التغذية والذهب القابل للأكل، انتظرونا. صحة وسعادة، رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع فقرة التغذية في برنامج الصحة وسعادة. وطبعا قبل ما نبدأ بالفقرة نذكركم بأرقام التواصل واللي هي 600-551414، وللرسائل النصية 4006. وطبعا عنوان فقرتنا اليوم أخوي عبد الله عنوان شيق جدا، واللي يقول إن الذهب قابل للأكل. فطبعا عنوان الفقرة اليوم مثل ما قلنا هو مشوق، فمؤكد أن إذا الذهب كان قابل للأكل فأكيد له إيجابيات على الصحة العامة كما له أضرار أيضا، وبتعرفنا أكثر
عن هذا الموضوع الأستاذة مريم علي، أخصائي التغذية العلاجية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة مريم. صباح النور أختي آمنة، وصباح النور أخوي عبد الله، وصباح النور مستمعينا الكرام. صباح النور، أهلا فيك أخت مريم. وكلنا عارفين إحنا طبعا الذهب استخداماته في الغالب للتزيين والتخزين. نعم. كان منذ القدم كان يستخدم كوحدة نقدية، بس دخول الذهب إلى للأكل يعتبر أمر جديد ومستحدث في ثقافة أطعمة العالم، وكثير من الناس في الوقت الحالي تحب تخوض تجربة ما هو جديد في عالم الأكل، ولا شو رأيكم؟ طبعا وايد ناس صراحة شفت أنا حتى في الكوفي قاموا يستخدمون الذهب. بالضبط، الحين راح نتعرف في استخداماته تكون في شو. يعني وايد ناس تهمهم طريقة العرض والتقديم للذهب. نقول خصائص الذهب في البداية أنه يتميز بلونه الجميل، اللون الأصفر اللامع، ما له لا ريحة ولا طعم، ولا يتفاعل مع أي عنصر، ولا يتفاعل مع الأحماض خاصة حمض المعدة، ما يذوب ولا يتآكل ولا يتغير شكله مهما اختلف عليه الزمن. نعم. ويعتبر من العناصر الخاملة ويتميز بليونته، بحيث يمكن أنه نحن نشكله بأي شكل، وهذا الشيء اللي خلاه أنه يستخدمونه ويكون مصدر قوة للاقتصاد. نعم. واستخدموه في مجال الطب خاصة طب الأسنان وبعض الصناعات الدوائية. إذا بنينا القيمة الغذائية اللي هو يهمنا وايد، في الغالب الذهب ما له أي قيمة غذائية، تأثيره فقط يقتصر على شكل الطبق، بحيث أنه يعطيه الفخامة والجاذبية. نعم. والتكلفة العالية. يعني أستاذة مريم الحين نحن بندفع كل هالفلوس وآخر شيء ما بنحصل حتى قيمة غذائية من الذهب؟ ما في أي قيمة غذائية، يعني بس بنصوره حق السوشيال ميديا. بالضبط، للناس اللي يهتمون بالسوشيال ميديا التواصل الاجتماعي وطريقة العرض والتقديم، هذا اللي أنا كنت أوصله للناس، لأنه وايد عندنا فئة من الناس مهتمين في الأكل مش في النوعية وإنما في طريقة العرض والتقديم. نعم. وطبعا أستاذة مريم مخرجنا يقول أي عيار يقدر يأكل من الذهب؟ بالضبط. طبعا هاي جدا مهمة، أساس نحن ما نتعرض لأي أضرار صحية. العيار أو كل ما كانت نسبة الذهب عالية توصل من 90% إلى 100%، كل ما كانت هاي الجودة من الذهب ممكن استخدامه في الأكل، يعني من عيار نقول 22 وفوق. طبعا يعني ها بس الطبقة يعني الغنية اللي تقدر تأكل لها العيار. بالضبط، هي أصلا سووها للناس الكبارية هم. طبعا فهي آليتها في الجسم عموما، إذا بنقول بما أن قلنا هو ما يتفاعل مع الأحماض، فهو يدخل الجهاز الهضمي ويمر عبر العمليات الأيض والتمثيل والامتصاص مثل ما هو، ليه ما يتخلص الجسم منه ما يتأثر. هاي في حالة إذا كان ذهب نقي، ولكن إذا كانت فيه بعض الرواسب، لأن نحن نعرف نحن نستخلص الذهب والذهب يكون فيه معادن أخرى مختلطة معه. نعم. فمهم جدا أن نحن نعرف أن الذهب هذا لازم يكون 100% نقي، فإذا كانت فيه شوائب هاي ممكن تضر بالصحة. ضررها كيف يكون؟ يكون ممكن يسبب تسمم بالمعادن الثقيلة، نتيجة ممكن تكون الجرعات الزايدة منها، ونوعية الذهب نفسه. نعم، فمثل ما ذكرتي طبعا أستاذة مريم، مثل ما ذكرتي أن الذهب اللي ينأكل ما له أي قيمة غذائية، بس لازم يكون 100% نقي. يعني إذا شفنا مثلا ذهب مزين وسعر الكوب ولا سعره يعني زهيد، فهذا معناته أن هذا الذهب مو بنقي 100%.
لأنه يعني بيكون برخص، لأن إذا الذهب كان نقي 100% فبيكون سعره غالي، وبالتالي يعني هذا هو اللي المفروض أنه هو الذهب النقي. فطبعا أستاذة مريم لضيق الوقت ممكن بس تعطينا نصيحة فيما يخص أكل الذهب وتأثيره على الصحة العامة؟ عموما قلنا التأثير ممكن يكون تأثير سمي، ممكن يكون تأثير أنه يعيق من عمليات الامتصاص للعناصر الغذائية المهمة اللي الجسم يحتاجها بشكل عام، الكالسيوم والزنك، من خلال ترسب الشوائب في الجسم. ممكن يأثر على الناس اللي عندهم حساسيات من بعض أنواع المعادن، وإذا كان بزيادة ممكن يأثر على الأعضاء، بعض أعضاء الجسم مثل الكبد والكلى وهاي الأمور. يعني أستاذة مريم تنصحينهم بتناول الذهب مع الطعام ولا؟ أنا في الغالب ما أنصح، يفضل أنه الواحد يحتفظ فيه للتزيين عن أنه يتناوله، ودمتم صحة وعافية إن شاء الله. مشكورة أستاذة مريم أخصائي التغذية العلاجية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي في هيئة الصحة بدبي على هذه المعلومات، ومثل ما قالت أخوي عبد الله يفضل أن نخلي الذهب للزينة ونخلي المواد الغذائية المفيدة للأكل. ومن فقرة أكل الذهب قابل للأكل ولا لا إلى فقرتنا الثانية أختي آمنة، فقرة صحة الطفل، الرضاعة الطبيعية وأهميتها للطفل. طبعا مثل ما تعرفين أختي آمنة أن الشيء الطبي والعلمي الذي لم يعني يختلف على أهمية أحد، وتشجع دائما جميع المنظمات والمؤسسات والهيئات الصحية في العالم وفي مقدمتها طبعا منظمة الصحة العالمية، هو الرضاعة الطبيعية التي أكد الكثير من الأبحاث والدراسات على ضرورتها للطفل منذ لحظة الولادة وخلال السنتين الأولى والثانية من عمر الطفل. مستمعين الأعزاء، لأهمية هذا الموضوع بتكون معنا اليوم الدكتورة آلاء خلف عبد الله أخصائي طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة آلاء. أهلين، صباح النور، هلا، أخباركم؟ الله يحييك يا دكتورة، نحن طبعا سعيدين جدا وجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة، وأيضا يعني أهمية هذا الموضوع. لو تعطينا دكتورة نبذة سريعة عن الرضاعة الطبيعية وأهميتها. صحيح، مثل ما ذكرت هو يعتبر من أهم المواضيع وضرورة التأكيد عليه شيء وايد مهم في الجيل الحالي. الحين الرضاعة الطبيعية وحليب الأم يعتبر الغذاء المثالي للطفل، اللي يوفر لجميع العناصر الغذائية اللي ممكن أن الطفل يحتاجها للوصول للنمو الصحي. طبعا الحليب الأم يعني يوفر فوائد كثيرة، من أهمها نذكرها اللي هي أنه يحتوي على العوامل اللي تحمي الطفل لين ما الجهاز المناعي يتطور. صحيح. يساعد الطفل على مقاومة العدوى وبعض الأمراض حتى في المستقبل في على المدى البعيد. يعتبر حليب الأم سهل الهضم، خفيف على الجهاز الهضمي للرضيع، ففرصة إن الإصابة بالإمساك والغازات اللي يصير يعني عن معظم الرضع تكون أقل بشكل أكبر. نعم. الشيء الثاني بعد أنه يساعد من تقليل الإصابة ببعض الأمراض المناعية اللي تكون عند الأطفال مثل الربو، حساسية الجلد، الإكزيما. ويعني هاي هي أهم الأشياء اللي إحنا ممكن لازم نذكرها والمفروض كل أم تعرفها، إن هاي الأشياء مش ممكن تتحصل في أي بديل ثاني لها اللي متوفر في حليب الأم الطبيعي. نعم دكتورة، مثل ما ذكرتي فهناك علاقة بين الرضاعة الطبيعية وحماية الأطفال من الأمراض، فممكن نقول إن يعني قد تكون هناك مشكلات أو ظروف صحية لدى الأم أن تعوق الأم من إرضاع طفلها طبيعيا، فشو الحل حق الأم اللي لديها ظروف صحية وما تقدر مثلا أن ترضع طفلها؟ يعتمد هنا على حسب الظروف. في ظروف تكون خارج عن إرادتنا، إذا الأم مثلا عندها أي أمراض مزمنة وتاخذ أدوية تعارض أنها ما تكون آمنة في الرضاعة الطبيعية، فإحنا هنا ما لنا أي حل، ما نقدر نقول شيء، فنلجأ للبديل. لكن إذا كانت المشكلة شيء مؤقت كالتهاب الثدي عند المرأة أو أي مشكلة في الرضاعة الطبيعية نفسها، فإحنا هنا إحنا دورنا هي إن إحنا نوفر الدعم الكامل للأم
ويعني نخبرها ونوعيها على الطريقة الصحيحة للرضاعة، لأن هي أصل الرضاعة شيء ممتع للأم والطفل، والمفروض تكون فيها أي ألم. إذا الأم عرفت يعني تمارسها بالطريقة الطبيعية والصحيحة. نعم. حاليا في الوقت الحالي بسبة الأوضاع، كل صحة الطفل متمركزة في مركز المنظر، فإذا أي أم عندها أي سؤال أو أي استفسار أو حتى مش متأكدة من أي شيء بخصوص الرضاعة الطبيعية أو حتى أي مشكلة، ممكن تتوجه للمركز وإحنا ممكن نساعدها في أي وقت. نعم. ما ترجع إن شاء الله للأوضاع للوضع الطبيعي. نعم دكتورة، طبعا مركز الممزر الصحي الخاص بالأطفال والنساء الحوامل مركز متكامل آمن، يعني خصصته هيئة الصحة في دبي للحوامل والأطفال عشان يعني تحميهم أن يروحون مراكز أخرى ممكن يصابون بفيروس كورونا. فنرجع لموضوع الرضاعة الطبيعية، دكتورة ممكن تعرفينا على المدة المتعارف عليها علميا وطبيا واللي أقرتها المنظمات المختصة للرضاعة الطبيعية؟ الحين نحن ما نختلف أن أول 6 شهور من حياة الطفل المفروض تكون بس متمركزة على حليب الأم والرضاعة الطبيعية. نعم. ما لا داعي لإدخال أي نوع ثاني من مشروبات أو غذاء ثاني. نعم. بعدها تبدأ بعد تكملة 6 شهور تبدأ التغذية التكميلية للطفل، بس هذا ما يمنع التقليل من حليب الأم. نحن ننصح دائما إذا كان في رضاعة طبيعية الاستمرار لين عمر 2. نعم. وطبعا دكتورة مثل ما قلتي إذا يعني لمدة 6 شهور يكون فقط حليب الأم، بس الحين نشوف يعني كثير من الأمهات مثلا يتجهون يقول لك بس 4 شهور وأحس أن الياهل يقدر يأكل ويمكن أكله قبل، فشو تنصحين الأمهات اللي يبدون يعني يستعجلون في إطعام الطفل؟ صحيح، احنا وايد نواجه يعني هالامهات يجونا دائما على العياده ويقولون لنا نفس الكلام، لكن نحن دائما نقولهم ان يعني حتى لو هو قدر ياكل، فبس الدراسات اثبتت ان العناصر الموجوده في حليب الام هي المكمله وهي بس المناسبه لنمو الطفل في هذه الفتره لين 6 شهور. فحتى لو كل نحن جالسين نعطي عنصر، يعني بس عنصر واحد موجود في هالاكله او الفاكهه ما يعوض كل الفوائد الموجودة في حليب الأم، بالعكس يلسة تمنعينا منها يعني. نعم. فدايما ننصحهم أن يكملون 6 شهور وبعدين نبدأ حتى لو كان الطفل مستعد. نعم، يعني حتى لو يعني ظهرت على الطفل أعراض أنه مثلا يبدأ يمسك الملعقة من إيد الأم، أو بدأ أنه تحسين أن الطفل مثلا يحرك حلجه، أنه تحسينه هو مستعد يأكل، يعني في أمهات يأخذون هاي العلامات كعلامات أني أنا ببدأ أكل طفلي، فشو تقولي لهم دكتورة؟ صح، بس نريد نقولهم ان الفوائد الموجوده في حليب الام ما تتعوض وهي المهمه حاليا في هاي الفئه العمريه. نعم. حتى لو هو خذ يعني او بيجرب شويه، لكن ما نعتبرها كذا وجبه ونستغني عن كميه من حليب الام في هاي الفتره، لانه معدتهم وايد صغيره، فهي لو اعطيناهم هالوجبه وبدينا ناكلهم فبنقلل من حليب الام بالتالي. نعم. لكن في شيء أن أساساً في هذه الفئة العمرية بس الشيء اللي هم يحتاجونه هم العناصر الموجودة في الحليب. نعم، ومن الطفل دكتورة نرجع للأمهات، يعني الأم إذا كان يعني أثر أكلها إذا كان صحي أو غير صحي على الرضاعة الطبيعية، يعني يمكن الأم ترضع طبيعي بس ما تأكل أكل صحي، فحليبها يظل حليب مفيد؟ يظل حليب مفيد، لكن دائما نحن ننصح اصلا الاكل الصحي للام المرضع، لان اصلا انتاجيه الحليب بتكون اكثر. نعم، فيعني كل ما اكلت الام اشياء صحيه بيكون لها انتاج يعني انتاج اكثر للحليب، ولكن مثل ما قلتي يعني بغض النظر شو ما اكلت الام حليبها يظل افضل من الحليب الصناعي. صحيح. صح. نعم. فدكتورة ممكن تحدثينا حق الأمهات اللي مثلا يتجهون لبدائل الرضاعة الطبيعية، شو تقولي لهم؟ يعني عقب ما احنا نعرف كل الفوائد الموجودة في الحليب الطبيعي اللي هو أصلا سهل ومتاح في أي وقت. نعم. ما نحتاج نشتري، ما نحتاج ندور عليه في مكان معين لو خلص أو شيء، فليش نتجه للشيء الصناعي اللي أصلاً الإنسان أنتجه عشان يشبه حليب الأم إذا حليب الأم متوفر وهو أصلاً الدراسات أثبتت أنه أحسن شيء متواجد لتغذية الطفل. نعم، وهذا دكتورة أقل ما يمكن للأم طبعاً تقدمه.
أقل ما يمكن الأم دكتورة صحيح أن تقدمه لطفلها أن هي ترضع الطفل هذا اللي يابته للحياة وتتمنى له يعني حياة صحية. وأنا متأكدة أن أصلاً آخر شيء كل أم تبغي توفر الأفضل والأمثل للطفل، فبس لازم هم يكونون على وعي وقناعة أن هذا هو الشيء الأمثل وهذا الشيء الأحسن اللي ممكن نحن نقدمه للأطفال. نعم دكتورة، ممكن تقولي لنا في هيئة الصحة في دبي شو هي الأشياء اللي تقدمونها وشو هي المراكز مثلاً اللي معنية أنها تقدم النصائح في الرضاعة الطبيعية وطريقة تشجيعكم للأمهات على الرضاعة الطبيعية؟ أوكي. إحنا حين حاليا كل عيادات هيئة الصحة في دبي تعتبر عيادات صديقة للطفل. نعم. في الوضع الطبيعي يوم تكون صحة الطفل موجودة في كل العيادات، في كل العيادات دائما نحن ننصح بالرضاعة الطبيعية ونوجههم ودائما ننصحهم في كل زيارة للطفل إنه يعني بفوائد الرضاعة الطبيعية. حتى دكتورة أثناء الحمل هيئة الصحة في دبي وعن تجربة تعطي دروس للأمهات وكذلك يعني هناك مواعيد خاصة بالرضاعة الطبيعية حق الأم يعني اللي تكون يعني مثلا أول طفل لها حتى مع ثاني وثالث طفل تتم هذه المواعيد ثابتة يجب على الأم حضورها عشان تستفيد، وطبعا مثل ما نقول التكرار ما يضر، ويردون أن يأكدون على المتعاملين أن أو يعني النساء الحوامل من البداية من فترة الحمل هم يساعدونهم. صحيح دكتورة حتى عن يعني هالجانب يعني احنا دائما عندنا موعد التثقيف بالرضاعه الطبيعيه والمثقفه يكون بعد موعد الطبيبه في نفس اليوم اساسا حتى ما يجون في يوم ثاني. نعم. وحتى لو هي قالت لا يعني الام تقول لنا ان هذا ثاني طفل او ثالث طفل وانا ما ابغي، انصر عليها ان حتى لو مره صحيح. لازم تدور التثقيف الصحي. حتى احنا نبدا في الزيارات اللي هي ما قبل الحمل لو هي جتنا في عيادات طب الاسره للمراه وهي ناويه تحمل، فإحنا نقدم لها كل النصائح حتى بخصوص الرضاعة الطبيعية حتى في هاي الزيارة مع الأشياء الثانية يعني المفروض يسويها من غذاء صحي والأشياء الثانية، لكن نحن نركز وايد على الرضاعة الطبيعية وأهميتها. نعم دكتورة، طبعا مثل ما نقول أن الرضاعة الطبيعية هو أجمل شعور ممكن تشعر فيه الأم وأقل ما يمكن أن تقدمه لطفلها، فممكن دكتورة منك تقدمي لنا نصيحة أخيرة قبل ختام هذه الفقرة للأمهات، سواء الأم اللي تخطط أنها تحمل أو الأم اللي لديها الآن يعني رضيع بين يديها وتسمعنا، ممكن تقدمي لها نصيحة؟ النصيحة هي إن يعني هذا أقل شيء إحنا ممكن نسويه للأطفال مثل ما ذكرت، وهو أحسن شيء في النهاية لكل الأطفال، فإحنا نتعب ونحاول على كثر ما نقدر. هو طبعا أكيد ممكن يكون متعب ومرهق لكن هو الأفضل للطفل في النهاية. نعم ودكتورة طبعا نحن نقول حق كل أم تسمعنا اليوم إذا واجهت أي صعوبة أو عندها أي مشكلة ممكن تتوجه لمركز الممزر الصحي ويقدموا لها المساعدة في هذا الجانب. صحيح، إحنا بنقدم لها الدعم الكامل في كل النواحي. نعم دكتورة آلاء خلف عبد الله أخصائي طب الأسرة في هيئة الصحة في دبي، شكرا لك على وقتك، شكرا لك على هذا الموضوع الجميل جدا. مشكورة دكتورة آلاء. العفو، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. وفي ختام حلقتنا أعزائي المستمعين نذكركم أن بضرورة لبس الكمامة للوقاية من COVID-19، كما نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر طبعا موصول لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي وفي التنسيق والمتابعة من نور دبي كانت معنا الأخت إسراء الهاشمي، وطبعا من الإخراج معنا مخرجنا المبدع نمر محمد، وكنت معاكم أنا محدثتكم آمنة آل علي وزميلي عبد الله جمعة، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.